بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله النهاردة الجماعة هنشرح درس جديد من ضمن دروس كورس شرح استخدام الآلة الحاسبة. تمام، في الدرس بتاع النهاردة هنتعلم إزاي نغير شدة إضاءة الشاشة أو نتحكم في شدة إضاءة الشاشة بتاعة الآلة الحاسبة. زي ما شايفين الآلة الحاسبة دلوقتي دي الشاشة بتاعتها، وعايزين نتحكم دلوقتي في شدة الإضاءة بتاعتها، نخليها زرقاء، نخليها باتة، نخليها غامضة. هنبدأ نتعلم ايه ازاي نعمل الحركة ديت النهاردة. تمام، أول حاجة بندوس على شيفت، وبعد كده مود. تمام، شيفت وبعد كده مود، بعد كده بندوس على السهم اللي أسفل دوت. تمام، هيظهر لي القايمة اللي انتوا شايفينها دي. تمام، لو الآلة الحاسبة بتاعتك FX 991 هتختار رقم 6. لو الآلة الحاسبة بتاعتك FX 991 هتختار رقم 6. طب لو الآلة الحاسبة بتاعتك FX 570 هتختار رقم 8. تمام، طب انت هتختار بناء عليه على الكلمة اللي هي موجودة ايه قدام رقم 8 اهي، كونتراست. تمام، معناه التباين. يعني احنا نروح نقيس على رقم ايه 8. هبدأ ازود بقى بالاتجاه دوت او الاتجاه ده، الاتجاه دوت أو الاتجاه ده. الاتجاه الأول بيزود الإضاءة، الاتجاه الأول بيقلل الإضاءة. تمام، ده بيفرق. ده بعد ما عملتها مش عارف أرجع الآلة الحاسبة وضعها الطبيعي، أعملها فورمات، وهتلاقي الفيديو بتاع الفورمات موجود إيه في الفيديو اللي في ال هتلاقيه موجود في قائمة التشغيل في الفيديو اللي قبل دلوقتي إن شاء الله. تمام، تمام، تبقى الفكرة. نراجع الخطوات تاني مع بعض. انت بعد ما تغير هتلاقي ان شدة الاضاءة ضيقت، بس طبعا عشان الآلة الحاسبة اللي انا بعمل عليها قدامكم ديت سوفت وير، مش هينفع تغير شدة الاضاءة فيها يعني، بس في الآلة الحاسبة الحقيقية يعني اعملها هتلاقيها بتغير معاك. تمام، تعال نراجع الخطوات كده مرة تاني. شيفت مود سهم لأسفل 8. لو الآلة الحاسبة بتاعتك 570 اف اكس 570، لو ايه اف اكس 991 هتختار رقم ايه 6. تمام، اللي هي كونتراست. تمام، تروح لقيس رقم 8، تزود او تقلل. تمام، وبعد ما تخلص بتشوف شدة الاضاءة اللي عجباك واثبت عليها. تمام، واعمل يا سيدي. تمام، اتمنى يكون الدرس واضح وبسيط وسهل. تمام، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في دروس اخرى ان شاء الله.